تبدأ بالتحضير للفيلم الجديد ولا الجزء الجديد لفيلم Pirates of the Caribbean. كل التفاصيل بهالتقرير. أعلنت شركة والت ديزني وشركة أفلام جيري بروكهايمر عن بدء التحضيرات المبدئية للجزء الخامس من سلسلة أفلام Pirates of the Caribbean، والذي يحمل عنوان Mental No Tails Dead بولاية كوينزلاند في أستراليا. Was that really necessary? Gentlemen, the fountain is the prize. Mermaid waters, that could be our path. واستقرت الجهة المنتجة للفيلم على أسبن ساندبرغ ويواكيم رانين لإخراج الفيلم، ويشارك جوني ديب بطولة هذا الجزء جيفري راش وكيفن ماكنلي وستيفن غراهام، إضافة إلى عدد من الفنانين الذين يشاركون لأول مرة في السلسلة. Unhaunted shores at world's end to fetch back witty Jack. Did no one come to save me just because they missed me? يشار إلى أن جوني ديب قدم The Curse of the Black Pearl، وهو الفيلم الأول في سلسلة Pirates of the Caribbean عام 2003، وقدم Dead Man's Chest عام 2006، وفيلم At World's End عام 2007، وفيلم On Stranger Tides عام 2011. The pirate all pirates fear. If I do not make it to the fountain, neither will you. طول بالك جوني ديب. أكيد كلنا بانتظار الجزء الجديد، وبالأخص أنت لأنك أنا جوني ديب. لا، غير إنه بحب جوني ديب، بحب هالنوع من الأفلام. بياخدوكي على عن جد حلو. رح نتابع هلا تقرير تاني، والشرطة عم تبحث، الشرطة الأمريكية عم تصدر صدرت عفوا مذكرة بحث عن إلسا ملكة الثلوج. فروزن؟ يلا تنشوف. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. شهدت ولاية كنتاكي في وسط الولايات المتحدة بردا قارسا جدا، ما دفع الشرطة إلى إصدار مذكرة بحث عن إلسا ملكة الثلوج في فيلم والت ديزني Frozen. It's completely frozen. Please just stay away. I'll bring her back and I'll make this right. So you're not scared? She's my sister. She would never hurt me. Yeah, I bet she's the nicest person ever. Huh? Am I right? وقد علقت شرطة منطقة هارلين صورة بطلة فيلم الرسوم المتحركة هذه على صفحتها عبر شبكة فيسبوك، وجاء في المذكرة: المشتبه بها شابة شقراء ترتدي فستانا أزرق طويلا ومعروفة بتأدية أغنية Let It Go. وأضافت: كما ترون من خلال الطقس المسيطر أنها خطيرة جدا، لا تحاولوا إلقاء القبض عليها بمفردكم. وبعد دقائق على نشر المذكرة، أصدرت الشرطة بياناً يحذر من أحوال الطقس المتدهورة، موضحة أن الحرارة تصل إلى حدود 15 درجة مئوية تحت الصفر، وأنها ستستمر بالانخفاض. Now we just have to survive this blizzard. That's no blizzard. That's my sister. شو حلوين هالفروزن إلسا وأنا، وبأول شهر أربعة حين أنا متابعتهم يعني. أنت فروزن، اليوم أنت فروزن. والألعاب إيه لأنهم دايماً، لأنه كتير الأولاد كانوا موضة السنة الماضية يعني، كل وحتى الأعياد الميلاد كانوا فروزن إلسا وأنا، بحبوا أكتر إلسا ملكة الثلوج. الكاركتير والفيلم حينزل بأول أبريل. خلص ناطرينه كلنا سوا. بيكون بس ناطرته. بيكون فصل الربيع. بس هيئتها إلسا عنا كمان دخلكم. احنا إلسا حكينا كنا حلو على فكرة. ايه كيف تلجت عنا ببيروت هيك عم تكوش برد. كوش تلج بس بتحسي يعني كوش برد صار اخر شيء. انا كنت بالاستوديو ما شفت. ما شفتي؟ انا مشيت عليهم.
مشيت وعم بعمل هيك ورقصت اذا مره جيت لاصحت لام زحت هيدا ايه خطر منه كثير بس حلو كان منظرهم كثير حلو كثير حلو كثير انبسطت هيك كل حبه ان شاء الله قد كبير خلص بقى هلا اليوم بتشرف انا مبسوطه فيه هيدا شو جمعة الجاي شو بده يصير بركي عاصفه ثانيه بتجي ما جاي جاي ما انا شفت نشره الطقس سموها ولا بعد ما بعرف مستغرب شو حيسموها نانسي انا ناطره العاصفه بعد ما اجت ليكي بلشوا باسامي الشباب بعد يوهان بلشوا باسامي الشباب بس في دانيا اكيد انت باقيه معنا والبدايه معك بعد الفاصل رح نحكي عن القلوب المجروحه اخ واكيد معك ترى رح نحكي عن الباسورد وكيف فينا